بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وذكرنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابي طلاب الصف التاسع مدرسة الفارابي. بإذن الله تعالى تحدثنا في الدرس الماضي عن الحكمة من مشروعية الحج وفوائده العظيمة، وتحدثنا أيضا عن الأمور التي يجب علي القيام بها قبل السفر إلى الحج، وقد طرحنا هنا سؤالا وطلبنا الجميع بحله، وهو النشاط الأول الموجود بالكتاب: استخلص الأمور التي يجب القيام بها قبل السفر إلى الحج. وقد ذكرنا منها الكثير، منها الإخلاص لله وحده، والتوبة من جميع الذنوب، وقضاء الدين، وصلة الرحم، والإحسان إلى الجيران، وأخذ المال الحلال الطيب، والتفقه في أحكام الحج والعمرة، واختيار الرفقة الصالحة. ثم بدأت الرحلة بدعاء السفر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في المال والأهل والولد. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب. اللهم اصحبنا في سفرنا، واخلفنا في أهله. ثم نتوجه الآن إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التسليم عليه. لكن نود أن ننوه على أن زيارة المدينة المنورة ليست من أعمال الحج، إلى أن في زيارتها وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره فضلا عظيما ينبغي الحرص على نيله. إذن التوجه إلى مسجد رسول الله من السنن، وقصد الصلاة فيه له فضل كبير جدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعادل الألف صلاة. ومن آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عدم رفع الصوت، والمشي بسكينة ووقار، مع عدم التوجه إلى القبر في الدعاء، كما يجوز زيارة المدينة المنورة في أي وقت وفي أي زمان، سواء أن كان قبل الحج أو بعد الانتهاء من مناسك. لكن لنا هنا سؤالا: عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تستشعر؟ ماذا تستشعر وأنت تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرجو من حضراتكم التكرم بالإجابة على هذا السؤال: ماذا تستشعر وأنت تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو موجود في النشاط الثالث، صفحة 63. ثم بعد ذلك نتوجه للخروج في الطريق إلى الميقات. الميقات هو جمع مواقيت، والمواقيت
هي الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام منها، وهو الركن الأول من أركان الحج والعمرة، فلا بد للحاج أو المعتمر من الإحرام، ولا يصح الحج والعمرة إلا به. فإذا وصل الميقات وهو المكان الذي يحرم منه وجب عليه أن يحرم، ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. وقد يسأل سائل: ماذا لو لم أستطع النزول إلى مكان الإحرام حتى أحرم منه؟ في هذه الحالة يجب علي الإحرام في الطائرة أو الباخرة، أو الإحرام قبل الخروج من البيت؟ وينعقد الإحرام بالنية المقترنة بالتلبية مع التجرد من المقيت للرجال. والحج أنواعا ثلاثة على هذا السياق وهذا النحو. فإن الحج أنواعا ثلاثة، يتخير الحاج أحدها وينويه عند إحرامه من الميقات. أولا الإفراد. الإفراد وهو الذي ينوي الحاج فيه الحج فقط ويحرم له وحده، ويقول عند التلبية: لبيك بحجة. أول أنواع النسك في هذه الخطوة الإفراد، وهو أن يحرم الحاج أو ينوي الحاج فيه الحج فقط ويحرم له وحده، ويقول عند تلبيته: لبيك بحجة. ثانيا التمتع، وهو أن يحرم الحاج في أشهر الحج للعمرة وينويها، ويؤديها عند وصوله مكة، ويتحلل من إحرامه تحللا كاملا حتى إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة جدد إحرامه للحج من مكانه. ثالثا القران، وهو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معا، ويأتي بهما في نسك واحد، ويقول في تلبيته: لبيك بحج وعمر. هذه هي أنواع الحج الثلاثة، أو نسك الإحرام الثلاثة. الإفراد وهو أن يحرم الحاج بالحج وحده ويقول عند تلبيته: لبيك بحجة. ثانيا التمتع، وهو أن يحرم الحاج في أشهر الحج للعمرة، دخل أشهر الحج لكنه نوى وأحرم للعمرة وأداها عند وصوله مكة، ثم تحلل من إحرامه تحللا كاملا حتى إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة جدد إحرامه للحج من مكانه. ثالثا القران، قلنا أن القران وهو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معا، حيث ينوي فيه الحاج بأداء العمرة والحج، ويقول في تلبيته: لبيك بحجة وعمرة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى صفة الإحرام. صفة الإحرام: فإذا وصلت إلى الميقات وأردت الإحرام، ما هي صفة الإحرام؟ أولا تغتسل وتنظف نفسك جيدا، وتتطيب وتقلم أظافرك، وألبس ملابس الإحرام، وهي إزار يغطي الجزء الأسفل من الجسم، ورداء يغطي الجزء العلوي منه، ولا يجوز لبس المخيط، ولا تغطية الرأس للرجال، ولا لبس النقاب والقفازين.
كما لا يجوز أيضا حلق الشعر أو قصه، ولا الجدال ولا الفسوق ولا قتل صيد البر، كما أنه لا يجوز الرفث ولا الجماع. ويجوز لك وأنت محرم أن تغتسل وأن تغير ملابسك الإحرام وأن تلبس بعض من الساعات والخواتم. ويباح لك أيضا التظلل بالشمسية وغيرها، وأن تحمل متاعك على رأسك، وأن تأكل الصيد الذي لم يصده المحرم. ويستحب الإكثار من التلبية حتى تصل إلى الكعبة المشرفة وتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فإذا وصلت أخي الحبيب مكة يستحب لك أن تغتسل قبل دخول الحرم إن تيسر ذلك. فإن شاهدت الكعبة فامسك عن التلبية، ثم اظهر كتفك الأيمن بلف الرداء من تحت ذراعك الأيمن وضعه على كتفك الأيسر. وقد يحج الإنسان عن شخص آخر، لكن بعد أن يحج عن نفسه أولا، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع أن أركبها على البعير، وإن ربطتها خفت عليها أن تموت، أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث نحن مطالبين بحفظه جيدا. الحديث مرة ثانية عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع أن أركبها على البعير، وإن ربطتها خفت عليها أن تموت، أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا ينتهي درسنا. أسأل التوفيق من الله سبحانه وتعالى لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.